واحد اخر روحي راكي مطلقه بعدد القرموط تاع المديه، روحي راكي مطلقه بعدد القرموط تاع المديه، المديه وما فيها من قرمود. يعني هذا ماشي طلقها بالتالات. ومن بعد يجي يا سيد الشيخ سلكني صيب لي كاش قول، وين نصيب لك قول انت؟ انت طلقتها بالقرموط تاع المديه، وين انا حنصيب لك قول؟ هذه كي وين؟ عند الامام مالك، عند ابن القاسم، عند القاضي عياض، عند الامام خليل، عند ابن عاشر، وين حنصيب لك قول انت؟ يجي يا سيد الشيخ سلكني، واش قلت؟ أني قلت لها روحي كي مطلقه حتى الكلب يلبس الصباط. ما تصيب الاشحل. يعني الفاظ طلاق ما كاش حتى يعني في الكتب، ما صبناها لا في المذاهب لا خارج المذاهب، في عقول الناس. اتقوا الله يا عباد الله. انسان كي يزعف يتقي الله، كي تزعف اتوضا، كي تتوضا اك واقف اقعد، اك قاعد اتكسل، اك مقلق اك تغلي.